Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ta'alu ayyuhal ikhwah, nukmil ma baqiya min qasidati 'unwanil hikam min ba'd al abyat. Yaqulu rahimahullah: ya zaliman farihan bil 'izzi sa'adahu, ya zaliman farihan bil 'izzi sa'adahu, in kunta fi sinatin fad-dahru yaqzanu. Yaqul: ya ayyuhal zalim al mughtar الطاغي المعتدي على عباد الله فرحا بالعز ساعده حالك أنك تفرح بهذا العز الذي يأتيك ويوافقك وبهذا الجد والحظ الذي ساعدك لا تغتر بأن ظلمك يأتي بالعز والجد لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. يقول سبحانه وتعالى: إِذَا جَاءَ وَقْتُ إِهْلَاكِ بَعْضِ الْقُرَى وَالْأَقْوَامِ يفسق أهلها ويعيثون في الأرض فسادا وينهمكون في الغي والظلم والعتو والفساد فحق عليها القول واستحقوا الإهلاك والتدمير فدمرناها تدميرا. يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقظان إن كنت في غفلة إن كنت في نوم عميق فاعلم أن الدهر يقظان أن هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يشاهد ظلمك الناس كلهم يعرفون تاريخك وسينتقم منك كل شيء في هذا الكون لأنك لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ومن سنن الرب سبحانه وتعالى أنه يهلك الظالمين ويدمر الطاغين المتمردين المتكبرين المتجبرين كم أتى في هذه الدنيا من فراعنة وأكاسرة وقياصرة وجبابرة ظلموا العباد وأهلكوا الحرث والنسل ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقظان لا تغتر لا تكن في نشوة لا تكن في غفلة وسكرة
لأن الظلم مرتعه وخيم عاقبته ذميمة مصيره الهلاك والدمار والبغار ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله لو نظرت أيها الإنسان بعين الإنصاف والعدل لعلمت أن الظلم لا يكون هنيئا مريئا لآكله لا يستمرئ الظلم آكله أي آكل أموال الناس ظلما لا يستمرئ هذا المال الذي يأكله ظلما لا يستمرئ أي لا يستلذه ولا يستسيغه ولا يستطيبه ولا ينساغ له هذا الظلم بل سيتقيؤون ما يأكلونه ظلما ثم يدخلون نار جهنم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما استمرأ الظلم أي ما استساغه ولا استطابه ولا استمرأه ولا استلذه الظلم آكله من يأكل المال ظلما لا يجد فيه لذة أبدا وهل يلذ مذاق المرء خطبان خطبان الحنظل وهو شجر مر يضرب به المثل في المرارة يعني هل يكون الحنظل لذيذا لفم الإنسان إلا إذا فسد ذوقه وهل يلذ مذاق المرء خطبان مذاق المرء أي لفمه لا يكون الحنظل طيبا أبدا إلا أن يفسد فم أحد وصار مرا لأن الإنسان إذا صار مذاقه مرا يجد مرا به الماء الزلالا يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان يا أيها العالم المرضي سيرته يقول إن كنت أيها الرجل عالما حميد السيرة طيب الخلق جميل العشرة حسن المسيرة فهنيئا مريئا لك فاستبشر بحياة سعيدة طيبة وعاقبة حسنة في الآخرة يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان لو لم تجد ماء فأنت ريان أي قد امتلأت ريا وشبعا لأن ضلوعك متشبعة بالعلم لأنك تضلعت من العلم فقد امتلأت ريا وشبعا بفضل هذا العلم فأنت بغير الماء ريان وبغير الطعام شبعان الإنسان إذا وجد لذة العلم ترك من أجلها لذة الطعام والشراب والمنام والجمام
Ya ayyuhal alimul mardiyu siratuhu abshir fa anta bighairil ma'i rayyanu min rawiya yarwa riyan fa huwa rayyan ziddu zami'a wa ya akhal jahli law asbahta fi lujajin fa anta ma bainaha la shakka zam'an wa in kunta ayyuhal mar'u jahilan ودخلت في البحر المتلاطم اللجي الذي ماؤه يتلاطم ويتموج هائج ومائج لا يرى له ساحل إلا أنك في هذا الماء الكثير الجاري وإن كان هذا الماء عذبا في ظاهره إن دخلت في نهر فياض عذب فأنت ظمآن لأن روحك ظمأ لأنك قلب لأن قلبك عطشان لأنك ما أرويت ظمأ قلبك وروحك بهذا الماء الزلال الذي هو العلم والنور والقرآن هذا ري الروح العلم ري الروح والقلب فمن لم يجد العلم ومن لم يتعلم ومن لم يتشبع بالعلم فهو جائع ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان لا تظن أن السرور يدوم لأحد إن سر الإنسان زمن وقت قليل قصير ساءته أزمان متطاولة فلا يغتر الإنسان بما تواتيه من الفرص السارة لأنه قد يأتي بعده حزن لا قدر الله لأن هذا السرور المادي موقت عارض ولكن السرور الإيماني الحقيقي الروحي سرمدي دائم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هذا السرور سرور الإيمان وهو لا يفنى أبدا ولكن السرور المادي ظل زائل وشيء راحل يأتي ويعود لا يدوم لأحد لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان واضح إذا جفاك وتغير عليك صديقك فلا بأس لا تحزن وراءه دعه يذهب فلك في الأوفياء وفي السعداء وفي الطيبين من الناس أصدقاء كثير إن شاء الله سبحانه وتعالى وإن نبت بك أوطان نشأت بها فرحل فكل بلاد الله أوطان وإن لم يوافقك وطنك الذي ولدت فيه ونشأت وترعرعت فلا بأس لأن أرض الله واسعة فهاجر إلى حيث يشاء الله وإلى حيث تقدر على عبادة ربك وإرضاء نفسك وروحك وضميرك